السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله هننفذ مع بعض ربطة الشعر او التوك دي. بما ان جالي اوردر بالتوك دي فقررت ان انا اعمل فيديو وانزله لكم ونستفيد كلنا مع بعض. اتمنى ان شاء الله انه يعجبكم وتنفذوه معايا. انا عايزة افهمكم حاجة، بس مش لازم تشتغلوا بنوع خيط معين، اي خيط بترتاحوا فيه تقدروا تنفذوا بيه التوكة دي. التوكة الاحمر والابيض ده بخيط قطيفة، والتوكة اللي لونها اخضر ده بخيط سلسلة، واللي لون الموف دي عملتها بخيط مكرمية مصري. استخدمت خيط قطيفة هيمالايا، وتقدروا تستخدموا اي خيط متاح عندكم، هتحتاجوا كمية بسيطة خالص. استخدمت معاه ابرة رقم 6، تحتاجوا توك من دي. انا جايبه المجموعة دي ب10 جنيه، وعيون من دي لو هتعملوا اي شخصية على التوكة دي، زراير لونها اسود. هنبدأ شغل. بسم الله الرحمن الرحيم. هرتفع سلسلة وهشتغل جوه الاستك ده مجموعة من غرز الحشو لحد ما تقفل لي الاستك كله. انا هنا استخدمت 24 غرزة حشو، 2 3 4 5 6. كل ده وانا شغالة بداري الخيط بتاع البداية تحت الغرز الحشو اللي انا شغلاها. 7 8 9 10 وكمل 24. هعمل منزلقة هنا في أول غرزة حشو بالشكل ده. ارتفع سلسلتين وفي نفس الغرزة اللي أنا واقفة فيها، وأعمل غرزة عمود بلف. هاجي في الغرزة اللي جنبها وأعمل عمود بلفة، واعمل سلسلتين وفي نفس الغرزة واعمل منزلقة. ده هيبقى شكلها معايا. هشتغل غرز منزلقات. ادي اول واحدة، 2، وفي الغرزة التالتة واعمل منزلقة. دي اللي هرتفع فيها السلاسل بتاعتي. هعمل نفس الودن اللي انا عملتها الاولى، هرتفع سلسلتين وفي نفس الغرزة واعمل عمود بلفة. الغرزة اللي بعدها هشتغل عمود بلفة واعمل سلسلتين وفي نفس الغرزة واعمل منزلقة. كده خلصت التوكة بتاعتي. نقدر نسيبها على الشكل ده، او ممكن نحط اي اكسسوارات كده تديني اي شكل انا حباه، زي ما شفتوا في الصور في اول الفيديو، وهوريكم كمان في اخر الفيديو. وده هيبقى شكلها. هبدأ بقى أقص الخيط. هندريه مع بعض بعدين. أنا هنا خيطت العين الأولانية، هنخيط مع بعض العين التانية. هستخدم خيط وإبرة عادية، خيط طبعا نفس لون الخيط الكروشيه. هاجي هنا بين العمودين اللي في النص، أنا عاملة 3 سلاسل وعمود وعمود وتلات سلاسل. انا هشتغل بين العمودين اللي في النص واثبت العيون بتاعتي، او ممكن الزقها عادي مش لازم ابره وخيط. ده هيبقى شكلها. حاساها كيوت شويه، ممكن نسيبها على كده من غير اي زيادات. لو عايزين نزود ونعمل نوز، انا استخدمت هنا خيط هيمالايا ابيض وابرة مقاس 2. زي ما قلت لكم ممكن تسيبوها على كده وممكن تزودوا لها انف. هعمل سلسلتين وفي السلسلة الاولى واعمل 6 غرز حشو، 1 2 3
أربعة خمسة ستة وأعمل منزلقة في أول غرزة حشو. وبكده بقى خلصت النوز بتاعته. هجيب هنا خيط أسود رفيع، أنا استخدمت فتلتين من خيط هيمالايا، فتلتين بس، أو ممكن استخدم خيط خياطة عادي، وهشتغل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خط قاسم الدايرة بتاعتي نصين، وبعدين هاجي من الغرزة اليمين واطلع منها وادخل في الغرزة الشمال كأني بعمل علامة حرف التي بالشكل ده. هنداري بقى الخيط اللي قلت لكم هنداري بعدين. استخدمت ابرة ارفع شوية من الابرة اللي انا اشتغلت بيها، وباجي من الظهر بدخل بين الغرز بالشكل ده واسحب الخيط، او ممكن بابرة تنظيف برضو، الاتنين سيان زي بعض. انا سبت هنا الخيط للخياطة، هبدأ اخيط بقى الانف. هضم الابرة، بخلي حتة بسيطة خالص بين الخيط باينة، وبدخلها في الابرة بتلضم معايا بكل سهولة. وده هيبقى شكلها بعد التركيب. انا هحاول اغير لون النوز وخليها شوية باللون الاسود، اشوف انهي احلى. جربت الانف هنا باللون الاسود، مش عارفة انهي احلى بالظبط، شوفوا ايه المناسب ليكم والاحلى واعملوه. ده شكلها اهو، عملت واحدة باللون الاحمر كتجديد يعني او تغيير، ونشوف ايه الالوان اللي بتبقى شكلها حلو. هستخدم هنا خيط ابيض اللي هو الهيمالايا اللي انا اشتغلته، عشان هعمل فيونكة كده في التوكة الحمراء، مع ابرة هنا مقاس 2. هعمل حوالي 9 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8، وسلسلة ارتفاع. وبالراجع واشتغل غرز حشو، 8 غرز حشو، 1 2 3 4 5 6 7، واخر غرزة 8. انا كده عملت صف، هعمل كمان 3 صفوف، هرتفع سلسلة واشتغل صف ثابت 8 غرز حشو، 1 2، وهكمل الصف ده واشتغل كمان صفين. خلصت هنا اهو الاجمالي 4 صفوف. هقطع الخيط، هنبقى نداري الخيوط دي بعدين. هجيب الخيط بتاعي وهطبقها من نص من هنا كده، ولف عليها خيط عشان تديني شكل الفيونكة، او ممكن نستخدم الابرة وبالخيط وندخل بين الغرز بحيث ان هي تبقى مضمومة من النص. بعد ما لفيت الخيط شوية هنا اهو، هربط الطرفين مع بعض، سوري، وهقص الخيط واسيب خيط طويل الى حد ما عشان اخيط. هنداري الخيوط دي مع بعض، بإبرة التنظيف وهدخل بين الغرز كام غرزة كده، واطلع واقص باقي الخيط اللي باقي معايا، خليها بس مش مشدودة. ونفس الحكاية في الجنب التاني، واقص باقي الخيط. هبدأ هنا خيط الفيونكة او ألزقها في التوكة بتاعتي بالشكل اهو.
عملت هنا اربع اشكال اضاءة بس الموبايل مش مبينة شكلهم الوانهم. ده شكلها من قريب واللون بتاعها. ده خيط سلسلة شكله حلو برضو في التوكة، واستخدمت معاه فينكة باللون الاصفر. وده خيط مكرمية مصري احلى برضو، احلى من السلسلة شوية. وده طبعا خيط القطيفة هو احلاهم. دي الاشكال اللي انا عملتها، اتمنى انها تكون عجبتكم وتنفذوها معايا. وبكده يبقى خلصنا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.